السلام عليكم. اليوم عندنا ضيف ما اعرف فين يوسف راح، لكن اعتقد انه تحت القناع هذا. اول مره بنلعب The Witching Hour. احنا جينا هنا خصيصا عشان ندخل مهرجان الهالوين. شوفوا ورانا، جاهزين؟ ايوه. نبغى نجرب كل الالعاب اللي هنا. واو، شوف المكان شكله روعه، صح؟ ايوه. هنا يقول لك في متاهه، جربوا المتاهه. طيب على اليسار هنا شوفوا التحذيرات عند المدخل، احتمال ما ترجع ابدا، انتبهوا. لا تدخلوا. دخلنا المتاهه لكن في وقت، فين نروح يا اطفال، يمين ولا يسار؟ يمين. شكله متاهه صعبه. يمين. يلا يمين. يمين هنا. ايش رايك؟ صار نو بابا، مشيت على شيء ورجع لي ورا. لازم تجنبوا هذا الشيء، الاشياء على الارض. شايفين؟ جنبوا هذا الاشياء على الارض. طيب هنا يمين، جمعوا هذا الاشياء. هنا ديد اند، ما في شيء. لما ناخذ هذه الاشياء المكان يتظلم. فين يوسف؟ يوسف اختفى، شكله ضاع في المتاهه. تابعيني، انت جربت المتاهات في الحقيقه؟ احنا جربنا كثير صراحه، ممتعه. بالذات المتاهات الكبيره. أيوه. المتاهه لازم يكون الجدران عاليه حتى ما تعرفوا فين رايحين. الوقت حيخلص، الوقت حيخلص. في لعبه فيديو ريفر رايد، تعال نجرب اللعبه، ايش رايكم؟ طيب طيب. هنا اعتقد واو، كأننا في ملاهي حقيقي كذا، ملاهي رهيب. واو. هنا الحديقة، ها؟ ايه هنا الحديقة. طيب لما نركب اللعبة هذه فيديو ريفر رايد، فينكم يا عيال؟ باقي 22 ثانية والبوت حيتحرك، يلا كلكم هنا؟ بوت تتحرك بدون يوسف مسكين. اعتقد ما كان في محل يوسف. كل الكراسي اخذت، خلاص خليه يتفرج. نطلق. يلا نطلق على الاشياء. ما يعرف يتطلق على ايش، اظن حنشوف بعد شوية، حيبان بعد شوية. طيب طيب. ايش هذا في؟ بس اطلق عليها بسرعه، هذه الاشياء لازم تطلق عليها. عرفت عرفت عرفت، خلاص. ايوه كذا سكور بيزداد. يلا. اوكي عارف عارف. كل ما امسك ذراع ايمان احس بكهرباء فيه. ايوه ايوه عارف. عشان تلعب على الايباد هو بيشحن. طيب يلا يلا. كم سكور حقكم؟ انا 375. انا انا 600. اطلق اطلق على هذه الاشياء. مسكين يوسف الى الان ما بيلعب. بيستنى البوت يرجع. قد ركبنا العاب مره مشابهه لما رحنا ملاهي برا. ايوه. شوف المنظر من داخل جسمي، شوفوا رهيب. في روبلوكس يمدينا نخرج برا كذا، يمدينا ندخل جوا. ايوه. خلاص وصلنا النهايه. يوسف انت هنا؟ ايوه يوسف هنا. انس الاول، بعدين انا الثاني، وايمان اخر واحده. ليش ايمان انت ما جبتي كثير؟ طيب نتمشى في الحديقه قبل ما نروح للمهرجان. طيب. احلى شيء في الروبلوكس انه كل هذا الالعاب بلاش. طبعا اذا تدفع تاخذ اشياء اضافيه، لكن كل هذا الالعاب بلاش، يعني شيء مره ممتاز. واو شوف الحديقه من هنا. شوف زرعه. الزرعه اكل مين؟ اكل انس. اكل انس. رمى. انا ابغى ياكلني، حروح جنبه عشان ياكلني. اكل مين؟ اكل انا. اكلني انا، مو اكل انا. هذه من ضمن الالعاب انه تتاكل. رماني مره بعيد. وعندنا اسبح في المويه كمان. شو كيف لما اسبحت لما. احنا في غابه، غابه مخيفه، حندخل ملاهي. انتوا جاهزين؟ ايوه جاهزين. واو في العاب كثيره هنا. بابا ايش هذه اللعبه؟ تعال نركب هذه اللعبه. طيب حنركب. بدانا. حروح قدام في راسي عشان اشوف. واو. انا داخل بوت. واو شوف المنظر، شوف منظر الملاهي من هنا. واو طلعنا مره عالي، شوفوا. طلعنا مره عالي. واو بش قلوب. هاي شقلب، هاي شقلب. شقلب. حدخل جوه راسي، شوف المنظر. قاعد طالع في ايمان جنبي. هاي ايمان. نجرب هذه العجله. طيب انس جاب 125. واو شوف انا كم حجيب، كم حجيب. 50. مش بطال. ايمان كم حجيب؟ 10 بس. يوسف جبت 30. شوف الالعاب اللي هنا، نجرب هذا بلاي كاب جيم. لازم اعرف فين الكوره تروح. طيب هو في النص يمين، لسه يمين في النص، يسار ينص في النص. انا اعتقد انتم نص. يسار في النص، يسار نص، يسار يسار نص. اعتقد يسار. يسار 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 يمين يمين نص يمين 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 يمين. سهل. يمين نص يسار، يسار نص يسار نص يسار يسار. اعتقد يسار. يسار. شو كيف يوسف بيركز؟
ما جبتها. تلعب الميري جو راوند؟ طيب. ايه انا راكب على العنكبوت. ايمان ورايا وانا سحب. ديك 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 دينغ 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 دينغ. بجرب هذا، هذه تحتاج قوة. واحد اثنين بوم بوم. انا جيب 92. ما حتجرب 36. يلا رس. كم جبت؟ 83. يعني انا اقوى واحد، انا جبت على شيء. ها الالعاب الموجودة اللي هنا مرة رهيبة. بجيب الكورة مرة في النص وبام ضربتها مرة بقوة اعتقد. بوم. دخلت الثانية. قاعد استناهم يخلص اللعب هناك. شوف يمديني يطير كمان في هذا المكان. شوف. واو. طيب في صاروخ هنا، تعال ندخل الصاروخ. صاروخ؟ هنا هنا. هنا. بس كذا. زينة. طيب تركب هذا اللعبة؟ العجلة؟ طيب. انا داخل هذه العربة اشوفه. واو. انا في عجلة اشوف المنظر من فوق. واو المنظر مره حلو. يدينا نط كمان شوف. كراسي للنزهه. في ايس كريم. تعال ناخذ ايس كريم. واو في ايس كريم. نفتح المنيو. في بوب كورن. فودو كب كيك. من احلى التجارب لما تروح ملاهي تروح تاكل ايس كريم كذا والجو بارد شويه وتجلسوا برا وتاكلوا. ها ايوه شوف الكب كب حقي. شوف كيف اكل. باكل زي كذا. شوف الفطيره حق ايمان كيف. خلاص شبعتوا يا شباب؟ ايوه. تعال نلعب كمان؟ ايوه. نجرب ايش؟ شوف حتى هنا. يمديني اتكلم معاها. انا اخذت 5 بالونات مع بعض. انا اقدر اطير. شوف. نقدر ننط اكثر. هذه جوائز يمدينا نبدل التذاكر اللي جمعناها بهذه الاشياء. يكفي لعب هنا في المهرجان حق الهالوين. طيب. نروح نستكشف القلعه هذيك. لازم نطلع من المهرجان. شوف طلعنا. وحنروح نستكشف المكان. هذه اللعبة ذكرنا شوية بإيش؟ بويل هاي. بس بويل هاي يعني لها علاقة بالأميرات، هذه لها علاقة بالسحر تقريبا. جالسين قدام القلعة شوف حندخلها الحين. بدأنا اللعبة داخل القلعة. أيوة. اسمها ذا ويتشنج اور. لازم نسوي تشيكن تريت. ها كأنك في هالوين. طيب أنا حاخذ البامكن. طيب عشان نجمع حلويات. هنا في حديقة مسكونة تدخلوها؟ أيوة. يلا يقول لك انت شجاع حتى تدخله. دخلنا حديقه مسكونه. ماي جاد. بنمشي مره رجعنا. واحنا ماشيين كذا فجاه يظهر وحوش كل شويه. ايوه. شوف لسه على الحديقه طويله لسه. ايوه. هاخذ النور هذا حتى اقدر اشوف. ولعت المكان. ايوه. خرجنا من الحديقه المسكونه. شوف هنا لقينا بامكنز هنا كثير. بامكن اللي عندي. لازم تاخذ البامكن تحطوه هنا. أيوة. وتسوي وجهه واشكال. شوف. المهم اعتقد هذا يكفي لانه لعبنا كثير وما نبغى الفيديو يكون مره طويل. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو. اذا عجبكم اعطوه. اذا ما عجبكم اعطوه. واذا ما انتم متاكدين انه تركوا تعليق تحت الفيديو. Give us a like and get punishment. يقول يوسف اذا ما اعطيتونا لايك حتتعاقبوا. ايوه وناخذ شوكولاته. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه.